فيديو، فنرحب باستفسارك في حسابنا في تويتر أو هنا في القناة. الآن نأتي إلى علامات نقص النيتروجين. هذه الورقة تكون في هذا الشكل، خضراء جميلة ليس فيها علامات نقص وطبيعية، ثم تظهر علامة نقص النيتروجين تدريجيا في الأوراق الكبيرة قبل الصغيرة، يعني الأوراق القديمة قبل الأوراق الحديثة النمو أو التي نسميها النموات الجديدة. تظهر علامة مثل هذه العلامة، علامات النقص هو الصفرار فقط، فيظهر الصفرار كما نشاهد بهذا الشكل. فتصبر أنت، لا تحكم على هذا، لأنه قد يكون هذا نقص حديد أو نقص مغنيسيوم، فتصبر حتى تتطور الحالة إلى هذا الشكل. لاحظ أن النقص أصفر بهذا الشكل، هذه علامات موجودة من أثار يعني تلوث عندنا في الشارع، انه مسوى سفلته. المهم انه شوف شلون العلامة النقص، ثم تتطور الحالة الى هذه الحالة المأساوية التي تدل على ان الشجرة تفتقد النيتروجين بشكل كامل، ثم تيبس هذه الورقة وتسقط، واحيانا يكون فيها علامات من اللون البني كما نشاهد. شوف الاخضر راح كله، ما بقي الا اللون الاصفر. هذا طبعا الورق ورق فيكس لسان العصفور، وهو المثال ينطبق على جميع الأشجار من النعناع ومن الجرجير إلى أكبر شجرة في العالم، العلامات واحدة في كل الأشجار. هذه إذن فهمنا الآن كيف ينقص النيتروجين في الشجرة.